بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. فمرحبا وسهلا بكم أيها الأحبة الأكارم، وحول قراءة لرسالة أيها الولد من مؤلفات حجة الإسلام مولانا أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين اللهم امين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ايها الولد، اي شيء حاصل لك من تحصيل علم الكلام والخلاف والطب والدواوين والاشعار والنجوم والعروض والنحو والتصريف وغير تضييع العمر بخلاف ذي الجلال؟ إني رأيت في الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال: من ساعة يوضع الميت على الجنازة إلى أن يوضع على شفير القبر يسأل الله بعظمته منه 40 سؤالا، أوله يقول: عبدي طهرت منظر الخلق سنين، وما طهرت منظري ساعة، وكل يوم ينظر في قلبك يقول الله تعالى: ما تصنع بغيري وأنت محفوف بخيري، أما أنت أصم لا تسمع. هذه فقرة من الفقرات التي وقفنا عند قراءتها في اللقاء الماضي من رسالة أيها الولد المحب. لكن يا شباب ذكروني قبل أن نواصل السرد والقراءة، هذه الرسالة التي بين أيديكم جمعها صاحبها أو أجاب أبو حامد الغزالي تلميذه وطالبه، وجمعناها لحضراتكم في كم فكرة رئيسية؟ لكنها تدور على 30 فكرة، صحيح؟ وقد اختصرتها لحضراتكم في 10 أفكار. قبل أن أواصل القراءة وأن أدور حول هذه الفقرة التي قرأتها لكم، أود أن تذكروني بما قلناه في اللقاء الماضي بالأمس من هذه المبادئ 10. كان أول مبدأ من المبادئ التي دارت حولها رسالة أيها الولد هو النصيحة سهلة والمشكل قبولها والعمل بها، والقاعدة الثانية العلم بلا عمل جنون، وعمل بلا علم لا يكون. هذا المبدأ الثاني على وجه التحديد دارت حوله هذه الفكرة التي قرأتها حالا. يقول الإمام الغزالي لولده وتلميذه، والحقيقة أنه لا يقولها لتلميذه هذا الذي سأله فقط، وإنما يقولها أيضا لنا جميعا، يقول لكنا ويقول لكم ويقول لكل طالب علم إلى يوم القيامة: أي شيء ستحصله من تضييع عمرك في حفظ علوم الطب والهندسة والصيدلة وعلم الكلام وعلم الخلاف، يعني من غير أن تعمل به. ولا يظنن إنسان أن أبا حامد الغزالي يرى أن هذه العلوم لا قيمة لها. العلوم التي ذكرها في هذه الفقرة علوم إيه وإيه وإيه وإيه؟ قال علم الطب. هل يرى أبو حامد أن الطب لا قيمة له؟ لكن إن انشغلت بتحصيل الطب دون أن تنشغل بطاعة ربك لا ينفعك الطب في شيء، تفهمون؟ إن انشغلت في حفظ الآية الرومية مثلا في علم اللغة العربية، أو اشتغلت في علم أو اشتغلت بحفظ مثلا ألفية ابن مالك في النحو، هل ينفعك هذا من غير أن تكون لك علاقة بالله على الحقيقة؟ هل ينفعك؟ هكذا يقول لك الغزالي. إذن علم بلا عمل، علم بلا عمل جنون، هكذا يقول في هذه الفقرة. وقد ذكرت هذا المعنى في هذه القاعدة الثانية: علم بلا عمل إيه؟ جنون. بيقول أيها الولد، يعني أي شيء حاصل لك من تحصيل علم الكلام وعلم الخلاف، لكن هل علم الكلام يعني لا قيمة له؟ هل لا قيمة له؟
لا، إنما يقول لك انشغلت بدراسة علم الكلام ونسيت طاعة ربك، ونسيت أن تستخدمه في علاقة حقيقية بالله. هذا ليس له معنى أصلا، فإن العلم بغير عمل ماذا؟ جنون. وضحت هذه الفكرة الثانية ولا ليست واضحة؟ ذكروني بالمبدأ الأول، النصيحة سهل و المشكلة القبولها والعمل بها، صحيح؟ طيب المبدأ الثاني جنون، وعلم بلا عمل، عمل بلا علم لا يكون. الآن هل وصلتم من في نسخكم عند النقطة التي بدأت القراءة منها أم لم تصلوا؟ هل أنتم معي؟ جيد. يقول أيها الولد، بعد الفقرة التي قرأتها وقد ذكر أنه رأى، قال رأيت في الإنجيل أن الإنسان إذا مات ووضع على جنازته يسأل 40 سؤالا ويقال له عبدي كم طهرت منظر الناس، يعني إيه منظر الناس؟ كم جملت شكلك للناظرين إليك من الناس، وغفلت عن تطهير باطنك الذي هو موضع نظر من؟ الله. هل تستطيع أن تخرج من بيتك صباحا لتأتي للمحاضرة أو للدورة دون أن تغسل وجهك؟ هل منكم من يفعل؟ هل منكن من تفعل؟ يستسقظ من نومه مباشرة ويخرج للناس مباشرة بعفشه وعمصه وغمصه. هل منكم من يفعل؟ فلماذا يطهر وجهه ويغسله ويلبس ثيابه وربما يكوي جلبابه وربما يعتني بهذه القرنصوة ويقول أين هي يلبس؟ لماذا؟ لأن هذا موضع نظر من؟ الناس. فالناس منشغلون بتطهير موضع نظر الناس منهم وغافلون عن تطهير موضع رب الناس منهم. هذا هو الخطر يا مشايخ، وهذا الذي يقوله لك الغزالي. أنت طالب علم وتحفظ المتون وتشغل نفسك بالحفظ والقراءة والدرس، ثم غفلت عن تصحيح وتطهير ما ينظر الله إليك، ما ينظر الله منك، فتكون بهذا عاقل أم مجنون؟ طيب إذن كلنا مجانين. أنا لم أرى عاقلا قط إذن. يا جماعة قلت لكم في بداية قراءتنا لهذه الرسالة يا شباب، هذه الرسالة توضح الطريق لطالب العلم إن طبق ما فيها لا يضل بعدها أبدا. الآن طهروا قلوبكم واعتنوا بها أكثر من تطهيركم لظواهركم، فإن الله ينظر إلى ماذا أولا؟ إلى قلوبكم. وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا هو المقصود. فالعلم بلا عمل إيه؟ لكن بالله عليكم يا شباب، من منا يستطيع أن يطهر قلبه بنفسه لنفسه دون أن يستعين بأحد؟ فماذا يحتاج المريد السالك ليستعين به على تطهير باطنه؟ وصلتم إلى النقطة التي وصلنا عندها؟ ها؟ أيها الولد انتبهوا. يقول مولانا أبو حامد الغزالي، أيها الولد العلم بلا عمل جنون. هذه هي القاعدة الثانية التي أخذناها، تذكرون؟ الآن الصورة أصبحت واضحة في أذهانكم ولله الحمد. يقول العلم بلا عمل جنون والعمل بغير علم. واعلم أن علما لا يبعدك اليوم عن المعاصي ولا يحملك على الطاعة لن يبعدك غدا عن نار جهنم. هذا العلم الذي لا يقربك من الطاعة ويبعدك عن المعصية يوم القيامة لن ينفعك، لن يبعدك عن نار جهنم، لن يبعدك عن نار جهنم. وإذا لم تعمل اليوم ولم تدارك الأيام الماضية تقول غدا يوم القيامة فارجعنا نعلم علما عند الشيخ مصطفى رضا. ومن فرجعنا ايه؟ نعلم ولا نعمل؟ إذن العلم من غير عمل جنون يا مشايخ، انتبهوا جزاكم الله خيرا. قال فرجعنا نعمل ايه؟ صالحا. فيقال يا أحمق. يقال ماذا؟ يقال يا أحمق أنت من هناك تجيء،
من هناك يعني من الايه؟ من الدنيا، انتم الان في الدنيا خلاص. هذه رسالة توقظ الهمم كما وضحت لكم. يا سادة يا كرام، إياكم أن تكونوا من أهل خطاب يا أحمق يوم القيامة. أينا يكون من خطاب يا أحمق؟ الذي يحفظ العلم ولا يصلي الصلاة في وقتها، ولا يكثر من الذكر والعبادة والطاعة ولا يطهر قلبه من الحقد والحسد والغيرة وكذا. هذا هو العمل المقصود، هذا هو العمل الإيه؟ المقصود. إذن القاعدة الثانية التي ذكرناها، هذه الفقرة تدور في فرقها. يا شباب أنتم تفهمون؟ لا تفهمون؟ تفهمون؟ يعني قليل قليل، ولا تفهمون تفهمون؟ تفهمون تفهمون؟ سامحكم الله. هيا بنا يا سادة. إذن يقول لك الشيخ: العلم بلا عمل جنون، وإياك أن تكون من خطاب يا أحمق، لأنك من أنت الآن في الدنيا. يعني دعوني أحكي لكم حكاية لطيفة ثم نواصل القراءة، ونحن سنختم الرسالة اليوم وتجازون فيها بالسند المتصل إلى أبي حامد الغزالي إن شاء الله، وتأخذون الإجازة مكتوبة ومختومة بإذن الله سبحانه وتعالى، سنختمها اليوم. لكن دعوني أحكي لكم حكاية بمناسبة هذه الفترة. من منكم يعرف الحسن البصري؟ طيب، من التي ربته من أمهات المؤمنين؟ الحسن البصري تربى في بيت رسول الله، تربى أين؟ في بيت رسول الله، وكانت أم المؤمنين التي تربيه اسمها انطق، قل أم سلمة. أحسنت، يعني أنا أدفع لك 10 جنيه عشان تتكلم. نتكلم يا أخي مباشرة، لا تتعبني معك. اسمها من يا سادة؟ أم سلمة. اسمعوا المفاجأة. وأم سلمة كانت امرأة عجوزة مسنة كبيرة في السن طاعنة، وكانت أم الحسن البصري خادمة لأم سلمة، خادمة. كانت أم الحسن البصري تخرج إلى السوق لتشتري حاجيات البيت، وتترك الطفل الرضيع الذي هو من؟ الحسن البصري. بعد ذلك تتركه عند من؟ أم سلمة. فالطفل الرضيع إذا غابت عنه أمه ماذا يفعل؟ ها؟ يبكي كما تبكون كل يوم لأنكم غبتم عن أمهاتكم. أنتم تبكون. الطفل الصغير ماذا يفعل يا مشايخ؟ يبكي. فماذا تفعل أم سلمة لتسكته؟ تضربه على وجهه؟ يعني ماذا تفعل لتسكته؟ يعني تأتي له بألعاب من رنين؟ يعني ماذا تفعل؟ ليس عندهم ألعاب من رنين، ولا تضربه على وجهه ولا شيء، وإنما كانت تحمل الطفل الرضيع فتلقيه سديها، وهي امرأة كبيرة في السن ليس عندها ما ترضع به. قالوا: فكان يرضع من بيت النبوة لبنا من أم سلمة. قالوا: كل علم وحكمة تفجرت في عقله وقلبه إنما هي ببركة من ما رضعه من أم سلمة. شوف، أصبح أبو الحسن البصري كان إذا رأوه يقولون: تعالوا لننظر إلى هذا الذي سمته سمت المسيح عليه السلام، يتكلم بكلام الأنبياء. قالوا: هذه الحكمة ببركة أن تربى فين؟ في بيت رسول الله عند أمنا من؟ أم سلمة. حسن البصري بمناسبة هذه الفقرة التي قرأناها، وإنه يقال لك: يا إيه؟ يا أحمق. إذا قلت فرجعنا إيه؟ نعمل صالحا، يقال: يا أحمق أنت من هناك تجيء، أنت الآن في الدنيا ستذهب إلى الآخرة، اعمل دلوقتي، اعمل الآن قبل أن تذهب إلى الآخرة. فالحسن البصري كان واقفا ومعه تلميذ من تلامذته، فمرت بهم جنازة. ما معنى جنازة؟ ميت. أحسنتم أحسنتم، ما شاء الله، علماء شافعية ما شاء الله ما شاء الله. فمرت الجنازة، فقال الحسن لتلميذه: ترى ماذا يقول هذا الميت الآن وهو محمول إلى قبره؟ ماذا يقول؟ ما يعني لسان حاله ماذا يقول؟ تخيل يا بني، ماذا يقول هذا الميت؟ وكان هذا التلميذ من التلاميذ الكسالى الذين لا يجتهدون ولا يتعلمون،
يبدو أنه كان من إندونيسيا ولا إيه، لا أدري، كان كسولا. فقال يا ولدي اسمع الكلام، هذا الميت ترى ماذا يقول الآن؟ فقال التلميذ لسيدنا الحسن البصري يا شيخي ربما يقول اللهم ارجعني إلى الدنيا لأعمل صالحا فأنا قد قصرت. فنظر الحسن البصري إلى تلميذه وقال فأنت ما زلت في الدنيا اعمل حتى لا تقول عندما تحمل إلى قبرك ارجعني فقد قصرت. هذا معنى يا أحمق أنت من هناك تجي، علم بلا عمل اسمع يا سيدي أيها الولد تابعوا، أنا واصل القراءة تابعوا، أيها الولد اجعل الهمة في الروح والهزيمة في النفس والموت في البدن، لأن منزلك القبر وأهل المقابر ينتظرونك في كل لحظة، وأهل المقابر ينتظرونك في كل لحظة متى تصل إليهم، إياك إياك أن تصل إليهم بلا زاد. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه الأجساد قفص الطيور، هذه الأجساد ماذا؟ قفص الطيور واسطبل الدواب. الله، فتفكر في نفسك من أيهما أنت، إن كنت من الطيور العلوية فحين تسمع طنين طبل ارجعي إلى ربك تطير صاعدا إلى أن تقعد في أعالي بروج الجنان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموتك سعد بن معاذ. والعياذ بالله إن كنت من التواب كما قال الله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، فلا تأمن انتقالك من زاوية الدار إلى هاوية النار. وروي أن الحسن البصري رحمه الله تعالى أعطي شربة ماء بارد فلما أخذ القدح غشي عليه وسقط من يده، فلما أفاق قيل له ما لك يا أبا سعيد؟ قال ذكرت أمنية أهل النار حين يقولون لأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وهذه الفقرة يا سامة تأتي بنا إلى القاعدة الثالثة من القواعد العشر، تذكرونها؟ ما هي القاعدة الثالثة؟ طالب العلم يحتاج إلى هزيمة الروح، يحتاج إلى همة في الروح وهزيمة في النفس. انظر الفقرة التي قرأناها أول ما قرأنا أيها الولد اجعل الهمة في الروح والهزيمة في النفس والموت في البدن. ثم ينقل لنا الغزالي موقفا أحكيهم لحضراتكم سريعا، هذا الذي قرأته، أنا أحكي لكم ما قرأت حتى يكون القراءة توافق الشرح. الآن أسمعون الصلاة على الحبيب، إذا لا تصلون على النبي يا شباب. يحكي لنا موقفين، الأول من كلام سيدنا الصديق أبو بكر صاحب رسول الله ووزيره وخليفته وحبيبه ورفيق دربه، أبو بكر الصديق. ما اسمه أبي بكر الصديق؟ أبو بكر هذا لقب ليس اسما، إنما هو ما اسمه؟ عثمان. لا تعرفون هذا؟ أبوه أبو قحافة لكن هو اسمه عثمان بن أبي قحافة. لا تعرفون أن اسمه عثمان؟ طبعا لا تعرفون، يقينا لا تعرفون، وأنتم الشافعية العلماء الأكابر. طيب دعوني أحكي لكم حكاية عن أبي بكر سريعا يعني، ثم نعاود القراءة، أم أنكم مستعجلون؟ طيب تعبتم؟ طيب الذي تعب يصلي على النبي، أنا كلكم تعبتم. أبو بكر الصديق كان جالسا عند رسول الله يوما، وفي المجلس أبو بكر عمر سيدنا عمر وسيدنا علي وبعض الصحابة، فقال أبو بكر يا رسول الله لعمرك ما شربت خمرا في الجاهلية قط وما سجدت لصنم قط، ما سجدت
انظر. فقال عمر: يا أبا بكر انظر ما تقول، أنت عشت في الجاهلية 35 سنة، أبو بكر أسلم عنده كم من السنين؟ لا تعرفون. أسلم أبو بكر وسنه كم؟ أنا لن أكمل قراءة أيها الولد إلا أن تجيبوني، إن أجبتموني سأكمل، إن لم تجيبوني لن أكمل شيئا. كم؟ قل. أحسنت. كيف حسبتها؟ كيف؟ نعم، كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من السنين؟ سنتين. ونزل الوحي على رسول الله وعمره 40 سنة، وهو 38، وأول من أسلم هو أبو بكر الصديق. إذا عاش في الجاهلية كم عاما؟ 38 سنة. يقول: أنا ما سجدت لصنم قط، كيف؟ فقال عمر: انظر ما تقول. فحكى أبو بكر هذه الحكاية الغريبة التي ربما تسمعونها للمرة الأولى. قال أبو بكر: وأنا طفل صغير أخذتني، بل أخذني أبي إلى بيت الأصنام. بيت الأصنام، جميل. وقال لي: تعبد واسجد واركع. وتركني عندهم وانصرف، فأخذت أكلمهم أقول لهم: أنا جائع أطعموني فلا يردون، أنا عالٍ أكسوني فلا يردون. قال: فأخذت أضرب الصنم، يدي توجعني لأن الصنم معمول من ماذا؟ من حجر، فيسقط الصنم وكسر الأصنام، كسر الأصنام. فدخل أبوه فوجده كسر الأصنام. كمن من الذي كسر الأصنام من الأنبياء؟ سليمان. هكذا فعل أبو بكر الصديق. قال: فلما دخل أبي وجد الأصنام قد كسرت، أخذ يقول: سيسخطون، سيؤذونك، الآلهة الآلهة، وأخذ يضربني. قال: وأخذني إلى أمي، أخذني إلى أمي. فقالت أمي لأبي: يا أبا قحافة اترك ولدي هذا. أنا أحكي لكم عن من يا مشايخ؟ يا بنات أحكي لكم عن من؟ أنتم لستم هنا اليوم، لم تأتوا بعد، أم أنكم أتيتم؟ لا شيء، سكوت. أنا أحكي لكم عن من يا شباب؟ أحسنتم. ما الذي حدث؟ كسر الأصنام. قالت أمي لأبي: يا أبا قحافة اترك ولدي، فقد سمعت هاتفا يقول لي وهو في بطني: يا أمة الله على التحقيق أبشري بالولد العتيق، اسمه في السماء الصديق، ولمحمد صاحب ورفيق. الله صلى الله عليه وسلم.